ليكيب سلام الله عليكم فارس قطس كنت أجير أحييكم دائما وأبدا مرحبا بكم. أي معلومة نحب نشاركها معكم ليكيب الدل على الخير كفى إليه، وكما عودناكم تجر الشعار تاعنا الدل على الخير كفى إليه بإذن الله تعالى. ليكيب فولا انتشرت ديرنيرمو بكثرة هذه الظاهرة تاع عدم التفرقة ما بين المحركات ان بوسيس اتش دي، يشري على اساس انه 90 ديس يقولوا له 92، ويشري على اساس انه 92 يقولوا له 112، ويشري على اساس انه 112 يقولوا له 115. فوالا ليكيب اليوم حبيت ندير الفيديو هذا باذن الله تعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل. فوالا باغي نوريكم ليكيب كيف دير لا كومباريزون ما بين محركات السيارات. كي تعود رايح تشري محرك 1.6 تكون على علم قداه فيه انحصان. فوالا ليكيب كيما هذا عندنا هذا التيبي هذا ليكيب راهو في لونسيان 2007 2008 2009 2010 2011 حتى نقولوا 2012 في اللونسيان موديل دوبل أربرة كام. اش فيه ليكيب دوبل أربرة كام؟ واش فيها ليكيب؟ فيه 90 90 عود فيه لا 90 شوفوا ولا 110 90 و 110 دوبل أربرة كام. هذا 90 تيربو صغير كيما رانا نشوف، هذا تيربو صغير وفيه بابيون كابتور تمبيراتير كابتور دو بريسيون. فوالا هذا دوبل أربرة كام في لونسيان. تروح للنيميرو تشاسي، نيميرو تشاسي لي كيف فوالا مش كيتش لي بان دوك نوضحها بربي ان شاء الله. فوالا 9HX توجور ليكيب هذا النيميرو 9HX 9HY 9HG 9HJ 9HK هذا توجور. تشوف النيميرو هذا 9HX راهو 90 9HZ راهو 110 9HZ 110 ليكيب 110 نلقاو هنا تيربو كبير بالفارياتير تيربو كبير، ونلقاو هنا غير كابتور دو بريسيون برك وحده في لا ديريت هذه راني نشرح. قلنا ليكيب 9HZ و 9HY 110 تيربو كبير بالفارياتير دوبل أربرة كام في لونسيان، عندنا غير كابتور دو بريسيون هنا يجي هنا في الديرات. نهضر بالدرجة ونهضر بالعامية باه تعم الفائدة بإذن الله تعالى. وانت يا أخي العزيز أنني قلت لك أخي العزيز ما لقريته اللي راك تقول بخصت بالميتي وطيحت أنها بقيمة الميتي، أنني ندير فيديوهات ابتغاء مرضات الله عز وجل، ندير فيديوهات خويا لوجه الله تعالى باه وشنية خيركم من تعلم علما وعلمه. والرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيما انت ما ترضاش كل حوك في موتور يبيعوا لك لخطر فينديس على أساس أنه لا صنديس، لازم ترضى لأخيك المسلم بربي إن شاء الله بما يخسرش. فوالا نروح هذو لونسيان موديل بار اكزومبل كيما هذا 2011 هاو فيه لخطر فينديس دوبل أربرة كام. نروحو للنوفو، النوفو نديروها بار اكزومبل في الدوسويت في البارتنير في التي بي نوفو واش نلقاو فيهم؟ نلقاو فيهم لا 92 و 75. دوك نقول لك كيف تفرق ما بين ال 92 و 75. هذا ليكيب موتور لا 92 92 حصان. فوالا هذا في الدوسويت واش من سيري 2014، من 2014 2013 يبداونا لا 92. لا 92 ليكيب فيه اربراكه محتم ويتفرقوها ديفيرونس كبيره. فوالا كاين هذا الموتور نفسه فوتوكوبي ليه كلش كيف كيف كلش يركب لبعضه، بصح هو 75 نلقاوه لا بليبار في البيناف في التيبي في النوفو. هنا ليكيب نروحو نيميرو تشاسي، هنا نيميرو تشاسي كيما رانا نشوفو 9HG هذا لا 92. اذا لقيت 9HK راهو 75 جاني الواحد البارح حبيبنا يعني يشوف بربي ان شاء الله الفيديو راح تلحقوا المعلومه، قلت له عنده تيبي بيناف استغفر الله عنده بيناف موتور 75، قلت له هذا 75 قال لي كيفاه 92، قال لي ني فيريفيتون قدام الميكانيسيان قالوا لي لا 92 استغفر الله قال لي وقالوا لي لا 112. قلت له يا اخي العزيز 75 وليت نحلف ونعظم في الله عز وجل 75 وما امنيش. قلت له اروح خويا
اللي ما عندوش الدليل خويا تبرانكم ان كنتم صادقين. عنده هنا نف اشكا، هز نف اشكا حطها في جوجل خرجت له 75. ولا يقول لي صح 75 دوك هو سحب السياره، ما قدرش يقتنع بالفكره انه 75. يقول لك كيف انا شريت ولا 112 من بعد نلقى 75 بقى تفرق ما بين المحركات ليكيب 75 وال 92 نف اشكا، ال 92 نف اجي، 75 نف اشكا، شفاو ليكيب ويشبوا لبعضهم في كلش. لا 112 ولا 115 لا بروشان فوا نزيد ندير عليكم ندير فيديو لا بريبار بربي ان شاء الله ونوضح لكم فيه كيف دير لا كومباريزون ما بين لا 112 ولا 115 باذن الله تعالى. ان شاء الله تكون وصلت المعلومه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. بارطاجيو لو ماكسيموم ليكيب تعم الفائده وما نطيحوش في الغلطه نفسها ليكيب وما نخسروش بوريا وما يكون الحوناش ولا الحرام ربي يهديهم ان شاء الله وتدلوا على الخير كفاعله. اسعد الله مساءكم بما يحبه الله ويرضاه، بارك الله فيكم على حسن المتابعه والاصغاء.